السلام عليكم ورحمة الله. نشط المنافقون في المدينة بعد غزوة أحد وقالوا: لو قعد هؤلاء الذين خرجوا للقتال لما قتلوا. ولما أتى الخبر للمدينة بأن 70 من الصحابة الكرام قد غدر بهم عند بئر معونة، قال عبد الله بن أبي بن سلول: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وإن كان هؤلاء قد مضوا فإن أحفادهم باقون ويحتلون العديد من المراكز المرموقة في وسائل الإعلام، ويحاولون دائما نشر اليأس والإحباط بين المسلمين. فأنزل الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ألئن قتلتم أيها المؤمنون وأنتم تجاهدون في سبيل الله، أو متم على فراشكم بدون قتل بعد أن أديتم رسالتكم في الحياة على أكمل وجه، وأطعتم ربكم فيما أمركم به أو نهاكم عنه، ماذا يا رب؟ ليغفرن الله لكم ذنوبكم، وليرحمنكم رحمة من عنده تسعدكم، فتفوزون بجنات النعيم الباقية، وذلك خير من الدنيا وما يجمعه أهلها من متع الدنيا وشهواتها الزائفة والزائلة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن كان لا مفر من الموت فلنمت في سبيل الله، وإن كان لا مفر من الله فلنفر إلى الله، وإن كان لا عاصم لنا إلا الله فلنعتصم بحبل الله. جزاكم الله خيرا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير من